نسميه أحد النسبي. وكان يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشاهد بها. هالكلمة إذا بدنا ننطلق أول شيء من الأخلاقيات تبع الناس اللي بتعيشها، بنشوف إنه كتير مهم إنه نتعلم هالنعمة والفضيلة من القديس يوسف، وهي إنه ما حدا يشهر بحدا مهما كان هالحدا عامل خطايا أو عامل شوازات. ليه؟ لأنه كل واحد إذا بيفكر بهالفكرة بينه وبين ذاته بيوقف يحكي على الناس، بيصير يقول إذا بيقول بينه وبين ذاته طيب أنا عم بحكي على هالشخص لأنه عمل هيك، أنا مش عامل هيك كمان بحياتي، أنا مش مارق مرات كمان بضعف، أنا مش مارق مرات بأشياء عملتها مثل ما هالناس اللي عم بحكي عليهم كمان عنهم. فإذا كل إنسان مع إنه مار يوسف كان بار ما كان عامل شيء، ولكن أراد إنه يكون بار بكل حياته وبكل تصرفاته، إنه ما يشهر مريم لأنه شك، ولكن ما كان عارف حتى الملك أعطاه كلمة السر بالحلم. البطريرك الراعي بمعصب اليوم الأحد بيقول هذه هي البشارة الثالثة. ثلاث بشارات بيسبقوا ميلاد يسوع: بشارة زكريا اللي بلشنا فيها هالزمن، بشارة العذراء مريم، بهالبشارة يلي قالها بيكون اسمه عمانوئيل، اليوم عم بيقول اسمه يسوع بيكملوا بعضهم. أما نؤيد الله معنا ويسوع الله يخلصنا، فإذا الله أتى من السماء ليكون معنا ويخلصنا. وإذا بتلاحظوا أنه بهالبشارات الأسماء اختيرت من السماء مش من الأشخاص، حتى زكريا وجوجو اللي بيسموه على اسم بيو زكريا ليوحنا قالوا لا، ليه؟ لأنه الملائكة قالوا الاسم يسوع الله رحوم يوحنا الله رحوم. اليوم كمان قالوا وسمه يسوع، قالوا وسمه يسوع، يعني أعطى أمر من السماء بل يكون اسمه يسوع لأنه هو، مش لأنه هو من يخلص، يعني ما في حدا غيره بالبشرية كلها قادر أن يخلص الشعب من الخطايا على الصليب ويخلصه من الموت الأبدي ومن الخطية. فإذا قالوا هالأسماء، قالوا ليهم الملائكة إن كان بالحلم وإن كان باليقظة. هي الحلم يلي حلمه مار يوسف اليوم هو مثل كأنه يقظة، في أحيان تبقى مثل رؤية من الرب يعطينا إياها إذا كنا تابعين مشيئته، يعطينا إياها حتى يقلنا كيف لازم نتصرف بحياتنا. مثل كمان وقت رجع ظهره لمار يوسف قال له خذ الصبي وهرب إلى مصر لأنه بده يقتله هيرودس. فإذا نحن كمان الرب وقت اللي بنكون قريبين منه بيعطينا علامات بحياتنا حتى نعرف كيف نتصرف وكيف نعيش المحبة اللي طلبها منا. مار يوسف بهالسنة بعيد الحمل بلادنا الأسباني كانوا من الأول، البابا فرانسيس فاجأ العالم بأنه أعلن هذه السنة سنة القديس يوسف. This year is dedicated to Saint Joseph by Pope Francis. هذا أعلنها من 8 كانون الأول 2020 ل 8 كانون الأول عيد حمل البلد السنة الجاية 2021 هي سنة القديس يوسف. وليش هالشيء كمان؟ لأنه سلف البابا بيوس التاسع من 1870، يعني من 150 سنة، أعلن مار يوسف شفيع الكنيسة الجامعة. في ناس بيقولوا شفيع الكنيسة الكاثوليكية، بس ككاثوليكي، بس أعلن شفيع، أعلن مار يوسف شفيع الكنيسة الجامعة. وكان ذات التاريخ 8 كانون الأول، ولكن 1870 على 150 سنة على الأقل أعلن البابا هالسنة سنة مار يوسف. لأنه مار يوسف أنا بعطيكم خبرتي وفي ناس كتير بيعطوكم خبرتهم، مار يوسف شفيعته كتير كتير قوية. قديش عبر شفيعته قوية؟ كمان مار يوسف شفيعته كتير قوية. أنا مرة خبرتكم مرة عيد قصة إنه خلصت من الموت، أنا وسايق على الهيوي بالفور وان ونزلت تحت الطريق وخلصت من مار يوسف. كان يوم عيد مار يوسف، كان صارت يوم عيد مار يوسف 19 أيلول. مار يوسف شفيعته قوية لدرجة بيقولوا إنه كل يلي عنده مشاكل إذا عنده تمثال لمار يوسف بالبيت بيكتبوهم على ورقة وبيحطوهم
تحت التمثال، ومر يوسف بحلال فيها المشاكل، مثل ما بنقول العذراء مريم هي تحل العقد، تشوف الصوره للعذراء مع عقد عم تحلها، كمان مر يوسف حتى البابا فرانسيس قال مره، قال انا عندي تمثال مر يوسف على مكتبي، كل مره عندي شغله بلاقيها صعوبه بحياتي او بحياه الكنيسه بكتبها وبحطها تحت تمثال مر يوسف وهو بحل هالمشاكل. انا نحن اكيد تمثال للقديس يوسف هون بالكنيسة، ولازم نعرف انه شفاعته شفاعة قوية كثير وشفاعة ما بتنرد. والقديس يوسف مثل العذراء مريم يلي بالبشارة كانت عم تقول للرب انا امة الرب انا خادمة الرب فليكن لي بحسب قولك، كمان يوسف يقولون عنه هو اكثر واحد ما سأل شيء، يعني شو بيقول له الملاك بيمشي، فاذا لاقي عنده الطاهرة العمياء للرب. وبهالمعنى بيقولنا القديس اغناطيوس بالويولا سانت إنياس بالويولا هو مؤسس اليسوعيين بالعالم، مؤسس اليسوعيين بالعالم، كان جندي انصاب بالحرب كسر رجله وقعد بالمستشفى قرا الانجيل وارتد وعمل اكبر رهبنه اليسوعيه مار اغناطيوس بالويولا. بيقول عن بهالمعنى بيقول it's not hard to obey when we love the one whom we obey. بيقول عندما يحب الإنسان فالطاعة ليست صعبة. إذا شخص بتحبه كثير دغري بتشوفوا شو بده وبتعملوا له، هذا شيء طبيعي. فإذا لأنه في محبة كثير قوية بقلب العذراء قالت أنا أمة الرب، لأنه في محبة قوية كثير بقلب مار يوسف طاع الرب على العميل. وكمان مار يوسف مثل ما قلنا نحن بيطيعنا وبيساعدنا وقت بيكون بدنا شيء وبيعطينا النعم يلي بنكون عم نطلبها. وبتعرفوا نحن اليوم ب 13 الشهر، بكره 14 ويعيد عم طلع الحرميني، ان كان عم طلع الحرميني يلي عندنا دخيلته هون، وان كان مار شارل يلي عندنا دخيلته هون، اثنين هيك بنسموهم عيالهم يوسف وقت اللي خلقوا. هن بعدين الرهبنه غيروا اسمائهم واخذوا اسم شربل واخذوا اسم العنقله يلي يعني يقول الشاطر بيخلص نفسه. فاذا لانه كمان احنا بعيالنا قديما وبعدها لحد هلا كثير عيال متكرسي للقديس يوسف وبتحب تسمي هالاسم على اسم القديس يوسف اسماء اولادها. وشفتوا هالاثنين يوسف كيف صاروا من اعظم القديسين بلبنان بشفاعه القديس يوسف. وكمان هو عم بيقول بعض امبارحة البطرق وكان النوت انا عندي اياها قبل شفتها عزيزتها بيذكرنا انه البابا يوحنا 23 يعني بوب جون 23 هيدا يلي صار كمان صارته بابا القديس بابا القديس يوحنا 23 بيقول كمان دائما وقت بدكم تذكروا بالصلاة والقداس بس قولوا وما ووالدة الله مريم العذراء اذكروا بعدها دائما مار يوسف خطيبها، لانه عنده ذات المقام وذات الشفاعه عند الرب. وبهيدي السنه اللي اعطانا اياها البابا بيقول لنا في ثلاث اشياء اذا بتعملوها بهيدي السنه بتاخذوا غفران كامل على كل خطاياكم. اعتراف، مناوله، والصلاه على نوايا البابا وعلى نوايا الكنيسه، نوايا الحبر الاعظم. وثلاث اشياء اكيد بيرجع بيقول اذا فيكم تعملوا اعمال خير ساعدوا الفقراء. كل هول الامور بهذه السنه سنه مار يوسف بتعطيكم انه النعمه حتى تاخذوا غفران كامل على جميع خطاياكم بهذه السنه سنه القديس يوسف. رح اطول اكثر من هيك، رح اختم عن القديس يوسف واقول شو بيقولوا عنه البابا يوحنا بولس الثاني. كمان كل البابوين كانوا يحبوا يذكروا القديس يوسف يوحنا بولس الثاني. وبنختم مع القديسه تيريزيا الافيليه. لكن بيقول سانت جون بول تو البوب جون بول تو اللي هو كمان كان سانت هو قديس. سانت جوزيف واز ا جاست مان ا تايرلس وركر the upright guardian of those entrusted to his care. May he always guard, protect, and enlighten families.
يصلي انه يبارك العيلة ويحفظها، مثل ما بتعرفوا انه هو كمان شفيع العائلة لانه مهتم بعائلة الناصرة، هو شفيع عمان اللي عينه كمان البابا بيوس الثاني عشر من 65 سنة، أعلن هو شفيع عيده، أعلنوا مع عيد العمال أول أيار كمان بعيدوه لأنه هو شفيع العمال، وهو شفيع الميتة الصالحة لأنه هو مات ميتة صالحة بين إيدي العذراء مريم ويسوع، وأول واحد مات بيناتهم بنسميه شفيع الميتة الصالحة لأنه مات بين إيدي يسوع والعذراء مريم، ونحن دائما بس واحد بيجي تيموت بيقولوا له قول يا يسوع ومريم ويوسف بين يديك أضع روحي. وبختم بكلمة بتقولها القديسة تيريزيا الأفيلية، سانت تيريزا أوف أفيلا، بتقول Though you have recourse to many saints as your intercessors, go specially to Saint Joseph, for he has great power with God. هذا بتقول القديسة تيريزيا اللي هي أسست راهبات الكرمل، يلي تيريزيا طفل يسوع راهبة من راهبات الكرمل مات في عمر 24 سنة لرهبتها، ولكن تيريزيا الأفيلية هي المؤسسة تبع راهبات الكرمل، بتقلنا عن بار يوسف، على الرغم من أنك لجأت إلى العديد من القديسين كشفعاء لك، فاذهب خصيصا إلى القديس يوسف لأنه بيتمتع بقوة عظيمة من عند الله. القديسة تيريزيا الأفيلية. آمين. I